بسم الله وبها المبتدا، نبدأ الليلة البث الأول لقناة القاهرة الإخبارية من مصر أرض الحضارة والفنون والتاريخ. من هنا يبدأ الخبر وتبدأ الحكاية. هنا نحن لا نطلب إلا الكلمة، بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان بين نبي وبغي، الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة، الكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسؤولية. أهلا بكم، هنا القاهرة عاصمة الخبر. على الرغم من المسافات والحدود الفاصلة بين الدول العربية، فإنها حاضرة هنا في قلب القاهرة. القاهرة ستبقى الملتقى والحاضن لأشقائها العرب والمشاركة في أفراحهم وأتراحهم، كما كانت القاهرة هي المحور، كانت القاهرة الإخبارية هي عاصمة الخبر. لكل أمة هوية، نحن العرب هويتنا وثقافتنا ولغتنا وتراثنا مشترك، نحن جسد لأمة واحدة، نفرح ونحزن معا، تجمعنا هنا قاهرة المعز في بيت العرب. هنا القاهرة عاصمة الخبر.